أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي سنخصصها للحديث عن الملف الحقوقي لليمن على طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. في الذكرى العاشرة لتأسيسه، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف دورته 31. تتصدر اليمن قائمة الدول المطروحة على طاولة تقييم الحالة الإنسانية في العالم والمنطقة على وجه الخصوص. الأخبار الواردة من واقع الدورة تؤكد غياب الحكومة عن الحضور عبر وفد رسمي وممثلين، باستثناء مندوبها الدائم في المقر الأوروبي للأمم المتحدة الدكتور علي محمد مجور. بالمقابل تحضر الميليشيا عبر ممثلين ومنظمات حقوقية مناوئة لها، ما ينعكس سلبا على تقييم الحالة الإنسانية التي تسببت في تدهورها وفظاعتها. يعد الملف الحقوقي لليمن ملفا شائكا بين كافة الملفات المطروحة على طاولة الأمم المتحدة، ويشهد صراع أجندة إقليمية ودولية، وذلك لما يحمله من تراكمات تثقل الضمير الإنساني. فمنذ اجتياح العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2014، دخل اليمن واقعا أسودا مخزيا ومريرا في ظل سلطة يشبهها الكثير بحكم الغاب. تراكمت جرائم الحرب في ملف حقوق الإنسان، وهي جرائم منهجة تتراوح بين القتل والاختطافات والاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية والتعذيب وقمع الحريات الإعلامية والمدنية واستدراج الأيتام وأطفال اللاجئين وتجنيدهم واستخدام المدارس والمستشفيات كمخازن أسلحة، وكذلك استخدام المعتقلين المدنيين كدروع بشرية، كما قامت بعمل أكبر عقوبات جماعية على مدينة تعز بحسب كثيرين، إذ شملت عملية تجويع كاملة وتطويق لأحياء آهلة بالسكان، وكذلك منع لوسائل الحياة كافة التي تقوم عليها هذه المدينة. جلسة مجلس حقوق الإنسان بشأن اليمن في إطار دورته 31 ستكون موضوع حلقتنا من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ النقاش نذهب لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نعود. مجزرة في تعز في يوم الذكرى العاشرة لإنشاء مجلس حقوق الإنسان العالمي، صور شهداء تتكرر بتكرار القصف على المنازل والأحياء، فيما تبلغ المأساة حجما لا يوصف حين يبكي الرجال ويعجز الكبار والصغار عن الحديث إلى الكاميرات المصوبة نحو عيونهم. وبينما يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته 31، يتصدر غياب الحكومة وعجزها عن إرسال وفد يمثلها في الجلسة، مكتفية فقط بحضور مندوبها الدائم في المقر الأوروبي علي محمد مجور. بالمقابل تحضر الميليشيا بممثليها وعبر منظمات في مشهد يعكس حجم التجاهل الحكومي للملف الحقوقي، وهو ما يمنح الميليشيا ورقة رابحة في هذا المضمار. في الجلسة الأولى للمجلس طلب مندوب اليمن الدائم في المقر الأوروبي الدكتور علي محمد مجور مجلس حقوق الإنسان بالوقوف بإنصاف من أجل إنهاء حالة الانقلاب الدموي والإرهاب من قبل الميليشيا المنفلتة حد تعبيره. منظمات دولية بعثت رسالة إلى الدورة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة، وهو ما أوصى به تقرير خبراء الأمم المتحدة في السابق، ويراه مراقبون ملفا شائكا يشهد صراع أجندة كثيرة على المستوى الإقليمي والدولي. تجري دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بينما تظل تجربته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بعيدة عن الآمال التي عقدت عند تأسيسه والمحاولات التي نفذت لتحقيق تقدم تستفيد منه الإنسانية. فمآسي المنطقة والانتهاكات ماثلة بوضوح أمام الجميع، وهي مأساة ترتبت عليها عواقب تثقل الضمير الإنساني. اليمنيون جزء من هذه المأساة بعد أن خسروا كثيرا على المستوى البشري والمادي، فيما لا يزال نزيف الدم مستمر. في المقابل يقف العالم تائها في البحث عن حلول تضع حدا لنزيفه. إذن مشاهدينا الكرام، موضوع حلقتنا نناقشه مع ضيوفنا من مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف والدكتورة وسام باسندوة والناشط السياسي حمزة الكمالي وكذا المحلل السياسي عبد الله إسماعيل. أبدأ معك سيد حمزة الكمالي. أهلا، مساء الخير سيد حمزة. مساء الخير. هلا وضعتنا في تفاصيل الجلسات الحالية لمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الملف اليمني. هذه هي جلسات الدورة الاعتيادية 31. هذه الجلسة تأتي في الذكرى العاشرة تأسيس مجلس حقوق الإنسان. هناك نقاشات كبيرة تمت على مستوى الجلسة العامة وعلى مستوى الندوات التي تعقد على هامش هذه الجلسة. كان هناك اليوم جلستين رئيسيتين، جلسة مختصة بالملف الإنساني ومساعدة الإنسانية في المنطقة وبالتأكيد في اليمن على رأسها، وهناك ندوة أخرى كانت بخصوص
وضع الأموال المنهوبة التي تم سحبها من بلدان الربيع العربي، وعلى رأسها اليمن وتر والطالح التي أثارت كثير من اللغط الشعبي بسبب المبالغ المأهولة التي تم سحبها من أموال الشعب اليمني وتم استثمارها من أجل عائلة صالح. لكن هناك بالأمس كان هناك كلمة مهمة جدا للحكومة اليمنية ألقاها سفير الجمهورية اليمنية ومندوبها في جنيف الدكتور علي مجور، والذي تحدث بشكل واضح بأن اليمن تعاني من انتهاكات الانقلابيين، وبأن هذه الجرائم لم تتوقف حتى اللحظة، وأن الوضع الإنساني في اليمن أصبح لا يطاق، ويجب أن يكون هناك تحرك عاجل لإدانة المجرمين وعلى رأسهم علي عبد الملك الحوثي وعلي عبد الله صالح. طيب ما الذي قدم من إلى الآن من قبل الحكومة وكذلك من قبل الميليشيا؟ ليس الحكومة لا تقدم شيء، الحكومة هي مختصة فقط بالمناقشة التقارير وتقديم تقريرها الخاص بوزارة حقوق الإنسان، لكن هناك عمل آخر نقوم به نحن في تحالف رصد انتهاكات حقوق الإنسان. سنقوم غدا بتقديم التقرير الشامل عن اليمن. هذا التقرير يشمل الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية وعلى رأسها مدينتي تعز وعدن، وهناك تقارير خاصة بحصار تعز. هذه التقارير تتحدث عن استهداف المدنيين، عن أرقام مروعة ومخيفة على مستوى استهداف على مستوى جرائم الحرب، سواء استهداف المدنيين في منازلهم، سواء القتل المباشر للناس في المعابر، سواء منع المساعدات الإغاثية على المدينة. كل هذه الأمور ستتم تقديمها في التقرير، وسيتم عرض التقرير وتوزيعه على وسائل الإعلام إن شاء الله ابتداء من الغد. طيب ماذا عن الأطراف المضادة أو ما يمكن أن يندرج ضمن إطارات أو إطار منظمات المجتمع المدني التي تمثل واجهة لجماعة الحوثي؟ هذه المرة هناك شيء جديد لأكون صريح. هناك لم يحضر الناشطون التابعون للحوثي اليمنيون المفترض، حضر اللبنانيون والعراقيون وأتباع حزب الله الذين يعملوا على قدم وساق لتطهير الجماعة وتنظيفها وإظهارها بصورة غير حقيقية. هؤلاء الناشطون نحن نعلم جيدا أنهم ليسوا ناشطون، وأنهم رجال مخابرات تابعين لحزب الله والجماعة التابعة لإيران، يقومون بعمل جماعة ضغط بمحاولة التأثير على قرارات مجلس حقوق الإنسان. هذه الجماعات أيضا تقوم بمحاولة نقل جرائم وحاولت نقل حقائق مغلوطة عن الوضع في اليمن، تحاول أن تصور الوضع بما ليس هو عليه، تحاول أن تقول بأن هناك معركة بين السعودية في اليمن، ونحن هنا موجودون وسنقوم بإذن الله بنقل جميع الانتهاكات التي ارتكبتها من الشرطي وصالح، ونحن نضغط من أجل أن تتحرك المنظمة الدولية التي دورها قاصر وضعيف جدا في اليمن، التي حتى هذه اللحظة لم تدن ولم تلاحق الميليشيات التي ترتكب هذه الجرائم الفظيعة في تعز، سواء من على مستوى الحصار الجماعي أو حتى على مستوى الاستهداف المباشر أو حتى على مستوى زراعة الألغام وتجنيد الأطفال وغيرها من جرائم الحرب. وهذا ما هو مطلبنا الرئيسي، نحن نريد أن يكون هناك دور حقيقي للمنظمة الدولية، المنظمة التي لطالما زايدت بالملف اليمني دون أن تعمل أي شيء ملموس نستطيع أن نبني عليه عدالة، نستطيع أن نحاقد بها هؤلاء المجرمون الذين قتلوا أبناء الشعب اليمني. نعم. طيب دكتور حمزة، إذا ما تحدثنا عن إذا ما أخذنا نبذة أكبر حول آلية هذه الجلسات أو ما الذي يطرح فيها، أنا هناك طرف أنت لم قلت لي أن الحكومة قدم علي مجور بالأمس مندوب اليمن الدائم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، قدم بالأمس، ماذا عن اليوم؟ هل هناك جلسات تقدمها الحكومة أم من يقدمها هم ناشطون فقط؟ الجلسة مستمرة وسيكون هناك تقرير خاص من المفوض السامي عن اليمن بعد حوالي 15 يوم من الآن. لكن دعني أحدثك بشيء أكثر وضوحا وأكثر أهمية، وهو الأرقام التي لدينا. حتى هذه اللحظة التقارير التي وصلتنا عبر الرصيدين الميدانيين تتحدث عن أشياء مخيفة، أكثر من 8000 قتيل مدني برصاص ميليشيا الحوثي وصالح، 508 منهم أطفال و476 نساء. هناك جرحى حوالي وصلوا إلى أكثر من 20000 جريح، منهم معاقون بدرجة كبيرة جدا. هناك 2300 طفل جريح وأكثر من 1900 امرأة، بالإضافة إلى 15000 من الرجال. هناك اعتداءات، هناك حوالي محتجزون تعسفيا حتى هذه اللحظة مرصودون بتقارير قانونية حقوقية، وصلوا إلى أكثر من 8500 شخص، منهم حوالي 200 إعلامي، بالإضافة إلى أكثر من
812، هناك أرقام أخرى تتحدث عن أكثر من 1000 حالة تعذيب، 2700 حالة اغتصاب قسري، 22 حالة استهداف لمنشآت عامة وخاصة. هي أرقام مأولة، هي بالطبع أرقام كبيرة. سيد حمزة الكميلي، دعنا نشك في النقاش الناشطة الحقوقية دكتورة وسام باسندوة. مساء الخير دكتورة وسام. أهلين، مساء الخير. دكتورة، أنت قدمت ورقة عمل عن الأموال المنهوبة لمجلس حقوق الإنسان، حدثينا عن أهم ما ورد في هذه الورقة. مساء الخير للجميع. أحب أشير إلى أنه أنا كانت الورقة كلها معتمدة على تقرير اللي قدمته لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات المشكلة القرار 2140. اللجنة كانت عرضت في تقريرها النهائي لمجموعة من الأمور، منها أنها توصلت إلى تجنيب ما يقدر ب 488 مليون دولار محسوبة على حساب الرئيس السابق ونجلة، وأنها بصدد ملاحقة ما يبلغ حوالي 60 مليار دولار، وهذا الرقم المرعب هو الذي يمكن اليوم أثار كثير من البلبلة في الندوة، لأنه إحنا بنتكلم عن دولة فقيرة، بنقول إنه شعبها قطاعات واسعة منه تحت خط الفقر، بينما نتحدث عن أرصدة ترتبط بالفساد لشخص واحد تصل إلى 60 مليار دولار. يعني هذه يمكن هي النقطة الأهم كانت في الندوة. يعني كان هناك تفاجؤ من قبل الحاضرين بهذا المبلغ، أما يعني هذا المبلغ يعني رصد في تقارير سابقة لمجلس الأمن ولجنة العقوبات، ما هو يعني نوع المفاجأة الذي كان هنا؟ مفاجأة الرقم يعني بالنسبة لنا إحنا كيمنيين، إحنا فعلا مطلعين على هذا الموضوع بشكل مباشر، لكن أنت لاحظ أنه في الندوة كمان في عدد من الحضور الأجانب والعرب اللي هم فوجئوا، يعني هم بيتخيلوا اليمن دائما دولة في ذي القوائم الدول في معدلات التنمية، دولة تعاني مأساة إنسانية هي الأولى على مستوى العالم، ثم يستمعون إلى رقم ضخم كهذا بحجم الفساد المتغول فيه. طيب بحسب تقديرك دكتورة، هل يحتاج استرجاع هذه المبالغ إلى عمل حقوقي أكبر من الموجود حاليا؟ هي الفكرة مش فكرة العمل الحقوقي بقدر ما هي اوريدي احنا عندنا صار الوضع، لأننا احنا يعني أهم ما يميز اليمن عن غيرها من الدول التي تتابع عملية استعادة الأرصدة المنهوبة، إنه اليمن ردي صادر لها قرار، هو القرار 12/2140. هذا القرار سمى مجموعة من الأشخاص طالب بوضع أرصدتهم تحت الحصار والتجميد. المشكلة اللي احنا بنواجهها مشكلة إنه معظم الدول لا تتجاوب مع هذا القرار، وهذا دائما في قضايا ملاحقة الأموال نجد إنه بعض الدول لديها أيضا هي مصلحة مباشرة في إخفاء هذه الأرصدة والعمل على عدم إعادتها للمستحقين. فهذه المشكلة الحقيقية، يعني إحنا كالجهد المطلوب مننا أو كدولة كسلطة شرعية أو حتى كمؤسسات مجتمع مدني إن إحنا نضغط لإرغام هذه الدول على الاستجابة للقرار الصادر طبيعي بشكل مباشر من لجنة العقوبات اللي هي بتحاول تبعث لهم وما بيردوش عليها بصراحة. طيب دكتورة، من وجهة نظرك ما هي أهمية هذه الجلسة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان؟ يعني هي كانت عن أكثر من ملف أو أكثر من دولة، وخصوصا الملف اليمني. يعني إحنا كلنا في الهم الشرق، هو أصلا الندوة كانت بتتحدث عن استعادة الأرصدة المنهوبة في دول ما يسمى بالربيع العربي أو ما سمي بالربيع العربي، فنحن في الهم الشرق سواء مصر أو تونس أو اليمن أو ليبيا كلنا بنسعى لاستعادة معظم الأرصدة المنهوبة. الفارق بين اليمن وبين غيرها من الدول، مثلا عندك في مصر وتونس هي دولتان يعني تشهد حالة نسبية من الاستقرار السياسي، ليبيا تقريبا شبيهة بوضعنا لأنه لم يتفقوا على تحديد حكومة موحدة وما إلى ذلك. يمكن نحن الأسوأ لأنه نحن الوحيدون الذين الشخص الرئيس المتهم بنهب الأموال لا يزال يطمح بالعودة إلى السلطة وقسم البلد
وموجود بالداخل، ولا زال قادر على الأقل التصرف بالأموال المنهوبة في الداخل اليمني بخلاف الأرصدة في الخارج. طيب دكتورة وسام، يعني سبق وأن شكل مجلس الأمن لجنة لمتابعة الأرصدة المهربة في اليمن، ويبدو أن الرجل المتهم بتهريب هذه الأموال لا زال في البلاد ويعني يعبث بأمنها. يعني ما أهمية هذه القرارات وكيف يمكن أن تنفذ في الأخير؟ لا، خليني أقول لك أول حاجة نميز ما بين القرارات الصادرة وما بين الواقع. يعني هو القرارات الصادرة لا تطالب بضبط وإحضار، هي قرارات بتدعو إلى منعه من السفر ودعوة الدول لعدم استقباله، وطالب أيضا بوضع أرصدته تحت الحظر والتجميد. فبالتالي هي مش قرارات ضبط وإحضار، فيعني هي القرارات فاعلة إلى حد ما في هذا الصدد، بحيث أنه فعلا توصلوا لتجميد 488 مليون دولار. لكن بالمقابل، يعني تتكلم 488 مليون دولار لا شيء من 60 مليار، أو من حتى لو لحدها الأدنى 32 مليار، هو المبلغ مفهوم. يتراوح بالترجيحات ما بين 32 ل 60 مليار. طيب لماذا لا تفعل هذه القرارات؟ لأنه هناك صعوبات حقيقية تكتنف هذه العملية، يعني العملية هذه مش بالسهولة هذه يعني. لماذا؟ أولا هو كان يستخدم يعني عمليات غسيل أموال، بحيث أنه كثير من هذه الأرصدة تسمى بأسماء أشخاص آخرين. هذه الأشخاص اللجنة تتابع، يعني استطاعت أن تتوصل لبعض الشبكات التي تحول إليهم بشكل مباشر. أيضا في أمر آخر أشارت إليه اللجنة بوضوح، أنه جرى تجيير العديد من هذه الأموال لحساب باسم خالد علي عبد الله صالح. خالد علي عبد الله صالح ليس مسمى في العقوبات، هو لا يزال قادر على استخدام هذه الأموال وتحويلها. وهذا ربما ما دفع الكثير للحديث على أن هناك أسماء جديدة قد تندرج يعني داخل قائمة العقوبات. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة وسام بسوندو الناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من سويسرا. إذن نعود مشاهدينا الكرام إلى ضيفنا الدكتور حمزة الكمالي. دكتور العذر، يعني المعذرة على الإطالة، لكن حتى كنا لا نفقد الاتصال بالدكتورة وسام، حدثنا أكثر عن كيف وجدتم التفاعل في المجلس مع ملف حقوق الإنسان في اليمن؟ دكتور حمزة؟ دكتور حمزة هل تسمعني؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حمزة الكمالي. إذا مشاهدينا الكرام، كما تحدثنا هناك جلسة هي الجلسة 31 من الدورة الاعتيادية لمجلس حقوق الإنسان في الذكرى العاشرة لتأسيسه. تتصدر اليمن قائمة الدول المطروحة على طاولة تقييم الحالة الإنسانية في العالم والمنطقة على وجه الخصوص، وهناك يعني بشكل واضح أزمة إنسانية وأزمة كذلك في تعامل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، ولمن تستمع هذه المنظمات، وهذا أحد الأسئلة الكبيرة الذي يطرح على الساحة. تحدث الدكتور حمزة الكمالي قبل قليل حول أن هناك جهود حقوقية لإيضاح الحقيقة للرأي العام والعمل أكثر على فتح هذه الملفات بشكل واضح وشفاف. تحدث كذلك على أن الحوثيين لم يظهروا كمنظمات مجتمع مدني عائدة أو تابعة لهم، وإنما من حضر في هذه الاجتماعات كان عبارة عن لبنانيين وعراقيين تابعين أيضا لحزب الله وأناس تابعين لحزب الله كما قال ضيفنا حمزة الكمالي. مشاهدينا الكرام، على كل حال نذهب الآن إلى فاصل قصير، بعده نعود لاستئناف النقاش، ابقوا معنا. إذا مشاهدينا الكرام، قبل الفاصل كان معنا دكتورة وسام باسوند وتحدثت عن ورقة عمل قدمتها بخصوص الأموال المنهوبة واعتمادها على تقرير لجنة الخبراء الأممية في تحديد أرصدة المخلوع الموجودة بخارج اليمن وكيفية آليات استجلائها وجلبها إلى البلاد. وهناك صعوبات كثيرة، تحدثت عن أن هذه الأرصدة تأتي عن طريق عملية غسيل الأموال، وأنها ليست مسجلة باسمه، وأنها مسجلة أيضا بأحد أبنائه الذي لا يتواجد اسمه من ضمن قائمة العقوبات، وهي تمثل إشكالية قانونية بالنسبة لمجلس الأمن يعني إجلاء أو جلب هذه الأموال. كذلك تحدثت الدكتورة وسام عن أن هذه الأموال أو آلية الضبط الموجودة هي ليست لضبط المتهمين بهذا القرار، وإنما بمنعهم من السفر. كذلك كان معنا الدكتور
حمزة الكمالي الناشط الحقوقي من جنيف، تحدث عن أن هذا الاجتماع مهم وأن هناك الكثير من الملفات التي سيطرحونها هم كمنظمات مجتمع مدني أو كفاعلين حقوقيين لمجلس حقوق الإنسان الحالي واجتماعه الأخير بشأن اليمن. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم وأشكر الضيوف الذين كانوا معنا والذي كانوا من المفترض أن يكونوا معنا كذلك. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.